مورود القوس، الفترة الممتدة ما بين 22-12 و19-1 باختصار مع ملكة الأبراج. بهذه الفترة الشمس سوف تكون متواجدة برج الجدي إلى جانب بلوتو. عطارد متراجع عندك لغاية 2-1-2024. المريخ رح يغادرك ب4 يناير 2024 وينتقل لبرج الجدي لحتى ينور لك حياتك المالية. كوكب المشتري رح يتقدم عندك بالبيت السادس لحتى يعطيك فرص العمل والأخبار الصحية الأكثر من رائعة. الزهرة موجودة عندك الله لحتى تزودك بالجمال والمال والرسمال والكاريزما وتقويلك علاقاتك. شمس الجدي رح تشغلك يا أيها القوس 30 يوم بأمور مالية، رح تبحث عن الأمان المالي، رح تبحث عن طرق للتخلص من أقساط، من تراكمات، من ديون، وللحصول على قروض مالية كانت صعبة. كن عاقل بصرف الأموال وما تسمح لأحد أنه يشكك بقدراتك. اوعى ما تسمح لحدا أنه يهبط من معنوياتك. شو يعني؟ يعني يجي لعندك يا امرأة القوس يقول لك أنت مش طالع من أمرك شيء، أنت بعمر، أنت كل عمرك رح تضلك فقيرة، أنت كل عمرك رح تضلك فاشلة. الأشخاص اللي حتحكيكم بهالطريقة هاو الأشخاص تعملوا له بلوك وبتبتعدوا عنه. شو فهمتوا يا أيها القوسيين؟ ما تسمح لحدا أنه يشكك بقدراتك. أنت من تصنع المال يا أيها القوس، وأكيد الرزق عند رب العباد. أنت من تصنع المال. الكثير والكثير من الاستثمارات رح يعرضوها عليك يا أيها القوس. ناقش، استفسر عن التفاصيل. أوعك تدخل باستثمارات منا مدروسة. إذا درست استثماراتك مليونير، في مصاري داخل مريخ. مريخ شو جاي؟ شو المريخ؟ على فكرة المريخ بالجدي أجمل موقع فلكي. ولعيونك يا أيها القوس المصاري، ولعيونك الجاه والمال، أجمل موقع فلكي. ليش؟ المريخ كوكب حرب، داخل على برج الجدي الترابي الهادي. يعني بيكون هادي بشو؟ بخساراتك المالية أيها القوس، ما بيكون عندك خسارات. هادي بيمكن بمصروفك، وبديك تنظم ميزانيتك. مش غلط الإنسان ينظم ميزانيته لو معكم مصاري. نظموا ميزانيتكم، حطوا خطة جديدة لحتى تزيدوا مدخولكم القوسين الموظفين. رح يكون في شمس الجدي إلى جانب المريخ، شمس الجدي إلى جانب المريخ رح تخلق طريقة جديدة عند القوسيين لدفع أو لتحصيل الديون من الآخرين. لكن أم لا خوف عليك يا أيها القوس، لا خوف عليك. بعض القوسيين عم يفكروا أنه يبتدوا عمل جديد، ورح يبتدوا عمل جديد ويكون فيه مدخول جيد. تكريم، تقدير، مراكز عليا كمان متاحين بهذا الشهر بالثلاثين يوم المقبلة. حاذر التبذير، حاذر الانفاق، حافظ على طريقتك بالتعامل مع مالك، يعني خليك ثابت. استثمارات مالية، تطوير مهارات، معارف أكثر، بتتعرفوا على شخصيات مع مصاري كتير، بتتعرفوا على شخصيات.